فقرتنا الأخيرة دائما تكون فقرة بيني وبينك. أوكي. أوكي. فبيني وبينك يا حسن، متى تعصب؟ ستة آلاف مرة باليوم. خلال 24 ساعة يمكن 6000 مرة. إذا شو اللي يستفزك على الأقل؟ يمكن أنا وايد دقيق في شغلي. أتوقع شغلي يستفزني. شغلي إذا كان في شيء غلط يستفزني، لأن أكون محضر قبلها بوقت وعارف شنو بسوي وعارف شنو الدنيا اللي بتصير معاي. بس أشياء ثانية ما تستفزني، لا بس شغلي يستفزني. أكيد في ناس اطلعوا من حياتك لسبب أو لآخر. وايد كل يوم يطلعون ناس، كل يوم وناسة، موضوع حلو. بس المشكلة إذا كان هالناس هذولي للحين عندك كلام لهم بقلبك تبي تقوله، منو هذول؟ وايد ناس، وأولهم اللي كانوا وايد معاي في حياتي، ما راح أقول أسامي بس هم راح يعرفون نفسهم وهم يطلعوني. أنا الحين أحبكم، أقول لهم أنا مو زعلان من أحد، بس اضطريتوا تطلعون من حياتي عشان أنا أعرف أكمل، لأن إذا أنا ما طلعت من حياتي أنا ما أعرف أكمل، راح أتوقع أنتهي، أتوقع. فأنا ما أكره أحد، بس مرات في ناس تطلع من حياة ناس لسبب إنك لازم تكمل حياتك. الحياة فيها مشاكل مو؟ كل يوم كل وقت عادي، مو غلط. المشاكل تعلم وايد، علمتني أنا وايد، والحين أنا قاعد هني ويمكن أنا وايد مستأنس بس مبين صوتي رايح، سوري. بس لما رد البيت عادي أزعل على ناس طلعوا من حياتي بسبب أو بدون سبب، بس خلاص لازم تكملين. You cannot stop، ما يصير، لازم ما نقدر. شلون تواجه مشاكلك؟ أطلع بغاني. There you go. قلتيها. أطلع بغاني يطلع بالناس اللي تطالعني وتشوفني وتقول ليش هو زعلان اليوم، هو إيش فيه اليوم؟ ما كنت زعلان أسبوع من الأسابيع، واحد هدني ومشى، ولا ربعي هدوني ومشى وصار اللي صار، نزلت أغنية. شنو أحلى شيء بالدنيا حسن؟ أبوي. الله يحفظه ويخليه حقك، ودائماً هو موجود. كان موجود. عرفنا شنو أحلى شيء بالدنيا، طيب شنو أسوأ شيء فيها؟ سؤال صعب. قبل ما أموت راح أقول لك. بسم الله عليك. صعب، ما أعرف الحين ما عرفت أسوأ شيء بالدنيا. تحتاج بعد تحتاج تجربة. وقت عشان أعرف شنو أسوأ شيء بالدنيا. إيش كثر حققت من هدفك بالإمية؟ في وايد ناس راح تقول لك 20% 30%. أنت؟ أتوقع بكل أغنية حققت هدف وهو 100%. أني أشتغل 100%، إذا مو أكثر. أهدافي كلها يمكن ما تخلص، بس العمر إن شاء الله يعطينا عمر طويل نخلص الأهداف. صح. الأفكار وايد. وايد. والنشاط والطاقة موجودة. وايد. إيه وايد. بس هم الجامعة مرات تقلل هالنشاط. في أشياء ثانية في حياتك تقلل هالنشاط. مرات النشاط يكون مش ماشي على أكمل وجه. طبعًا أكيد. حسن، طبعًا أنا كثر ما أقول أن أنا استمتعت بهذا اللقاء.